تاريخ خالبه تماما تماما من من الاذن فاطمه حتى ومن قبل يعني. نعم اكيد ما يعرفون الا بهذا اسمه. ايوه تمام. او من السلف تاريخ خالبه تماما الى مسار الظهره ومن تحت يعني من الظهره وشق طريق العوام هي مع الشلال يعني مثل ما تقول برح هكذا شويه والمشي يعني مسح ودك مسح ودك والمشروع جاهز وعبارات والمسمس حق الخط له بالحق تمام. وانها طريق سابله اما من السلف الى الظهره لجل الظهره فهي طريق خاربه تماما. هذا وان استمرت الامطار ستخرب والخط يعني يروح كامل. قلنا لك وان استمرت الامطار بين هذا الاسبوع او الاسبوع يعني هي هذه ايام وخليف الامطار هي كلها فالخط يعني يروح تماما. ها فندعو الشيخ منصور عبد الله سنان المطحني بانه يوجه يعني نظره الى الحجبه ويكمل ويربط بين المسارين مسار يحضر جبل مطحن ومسار الشرقي الشرقي مش الشرقي يعني الشرقي خمس مطلق. هذا اللي نريده من الشيخ منصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أراكم موصولة إن شاء الله لكل من يشاهد الآن ويتابع وتشاهدوا طبعا كيف أصبح وهي منطقة الحجاف. هذه نتيجة الأمطار يعني كله نص الخط راح أثناء السيل كون الطريق الآن تحتاج إلى عمل يعني بجدية واجتهاد من ناحية التوسعة والتهبيط في ركزات. طبعا هذه ركزات تفحر فيها السيارات دائما عندما تطلع من أشبه التكاسي وما شاصات. من السيارة كيف قد مشي هذا كان من وقت المرحوم الله يرحمه اللي حسن فارع. هذه راحت تماما من هذه. نعم هذه من السيول. شوف هاي الطريقة الأولى عادة تملك يعني عادة يمكن ملاقى من مش يعني عمل أي عمل هنا تملك أكيد ملاقى من عمل أي عمل. هذه شوف البناية الأولى الرصف نعم الرصف الأول عادة على ما هو اللهم أنه علم السيل جزمل. نعم السيل الشل المسمو الخط كامل حتى اظهر المسمو الملطه هذه او اكيد حتى انه قد بدا انه يسحب. نعم هذا الخبر الذي نوجهه الى كافه المتبرعين والى كافه المساهمين في المشروع. كتب الله اجرهم عليهم ان يواصلوا كون العمل واحد والمشروع واحد من يحضر الى خمس مطلق.